حبيبنا لازم انتوا تقعدوا هنا تخبوا يا حبيبي. الله، الصفيحة اليفوية هي الشغل الصح. يافا المدينة التاريخية الجميلة، هنا الدفء، الدفء الوطني، الدفء الأسري، الدفء، الدفء، كل أنواع الدفء موجودة هنا كلها. من أعز الوصفات على قلبي، بحب أعملها دايما وبتذكرني في ريحة الطفولة وريحة أيام زمان لما أمي كانت تعملها وكنا ننبسط عليها. أول إشي العجينة، ما فيش أسهل من هيك، طحين وملح ومية دافية، في ناس بحطوا شوية سكر بس، ما تحطوش ولا إشي تاني، بس أنا بحب العجينة تكون طرية شوية فبزود المي، بضل أعجن فيها 3-4 دقايق لما أوصل لهذا القوام اللذيذ الطري المتماسك. هقيت العجينة صح إنه فيش فيها خميرة، لكن لازم ترتاح ساعتين عشان المية والطحين يتجانسوا مع بعض منيح، فممكن تريحوها هالجيت وممكن تقطعوها أقراص صغيرة من هالجيت وتريحوها ساعتين، يعني التقطيع قبل التريح مش التريح قبل التقطيع. وبالنسبة للحشوة نيجي للموضوع المهم، هالجيت هالجيت فيه حشوتين ذكيين جدا جدا، حشوة اللحمة وحشوة السبانخ. افاجيكوا طريقتي بلس طريقة امي، يعني خليط بين هيك وهيك. بجيب كمية كبيرة من البصل وبقطعهم مكعبات صغيرة، هي الكمية كبيرة عشان بدي اعمل حشوتين مختلفتين تماما. بنزل شوية زيت زيتون بكر في مقليتين، وبنزل البصلات وبقلبهم 3-4-5 دقايق. بدي البصل تبع اللحمة ما يكونش مستوي كتير، يعني نص استوى، وبصل السبانخ يستوي منيح. انا بحب استعمل لحمة خشنة هنا، فبروح الجزار بحكي له على اوسع عين عندك ضربة واحدة بتعطيني هذا الحجم، بنزلهم فوق البصلات وبقلبهم. بعدين التوابل، شوفوا في خلطة اللحمة التوابل بنحطها وهي على النار، فبنزل ملح وفلفل اسود وهيل فقط لا غير، بقلبهم 5 دقايق لغاية ما تنشف المية تبعتهم وبحطها على جنب وبتصير جاهزة. للسبانخ طبعا نسيت احكي لكم انه السبانخ بغسله، ويفضل وانا بغسله كمان انقعه في المية ربع ساعة عشان يمسك هيك ويصير مقرمش، بنظفه منيح بنشفه بعدين بقطعه بالشكل هذا. فوق البصل بنزل السبانخ وبغطيه بالغطاية دقيقتين ثلاثة بتلاقيه ايش بيهبط. بعدين بقلبه بنزل ملح فلفل اسود وشطة حمراء اللي هي الناشفة هاي، وهلقيت وقت ما بدنا بنصف الشغل كله على الطاولة وبنشغل الفرن وبنعزم العيلة وبنعمل قاعدة في البيت مع كوباية شاي وبنبدأ نخبز. أول إشي بحمل الفرن، لقيت بجيب زيت نباتي أو إذا عندي صرت استعمله مؤخرا هذا زيت زيتون مصفى، بنزل شوية. وبعدين بجيب صحن وبحط فيه كمان كمية منيحة من الزيت، وباجي للعجين هنا، باجي رقص العجين وبنزله في الزيت وبنقلبه جوا الزيت بشويش، وبنيجي هيك للعجين وبنفرد، نحاول نكبره ونخليه رقيق قدر الإمكان. حلو الشغل هذا، ممتع. وبقصه من النص، بجيب هذا الطرف وبأقلب عليه، بطولها زي هيك. وهلقيت بجيب الحشوة تبعت السبانخ الزاكي هذه، نسيت أحكي لكم أنه حطيت عليها دبس رمان. أنا مش كتير بحب دبس رمان في الأكل، بس في هذه الوصفة أنا حبيت أغير. بنزل زي هيك شوية، بسكر عليها وبضغط، بعدين بلف كمان مرة وبلفها، وباجي هيك، يا سلام. وباجي للطرف وبدخله من تحت هيك، من هنا بدخله 100%. شايفين كيف هيك صارت جاهزة. بجهز صوان الفرن، شوية زيت. اجت نيجي للحمة، اللحمة بنحط عليها سماق، بنحشيها يا سلام هكذا، وبنلف باللف باللف وبنمرقها من تحت، يا سلام. شوفوا لي هالمنظر ما احلى. الله معك، يا سلام. تقريبا ربع ساعة ل 20 دقيقة. باي، شوفوا لي هالالوان والريحة، يا سلام. ناخذ السبانخ وبنحطها في الفرن، خليها تبرد برا 3-4 دقائق، بعدين بننزلها هنا. تعالوا تخبوا هنا، تخبوا هنا، مجهز لكل مكان، تخبوا تخبوا، تعالوا، ايوه اقعدوا هنا حبيبنا، لازم انتوا اقعدوا هنا تخبوا تخبوا. يا حبيبي يا حبيبي، كيف بس هالصوت، اسمع اسمع هالصوت يا حبيبي. بعدين انا مش قادر اصبر، مش قادر اصبر انا، اسمعوا لي الخش، بسم الله. الله، فيش بيت فلسطيني الا بيعملها. هنا الدفء، الدفء الوطني، الدفء الاسري، الدفء، الدفء، كل انواع الدفء موجوده هنا كلها. كانت ستي تعملهم جنب الفرن الحطب، يا سلام. الله على السبانخ، زمان ما اكلتها يا بيي، سنين. احلى يوم في حياتي لما اروح الاقي امي بتعملها.
هلقيت بدنا نوزع منها للي له نصيب. مين بيجي نصيبه بنعطيله. نغطيهم وندفيهم حبيبنا اللزم.